الحالة الثانية في الدقيقة 20 تم من دار لاعب نادي ضمك اللي هو عبد جمعان عبد الله، ونشوف المخالفة هل تستحق البطاقة الصفراء أم بطاقة حمراء. لاحظت دخول اللاعب على قدم المهاجم حقيقة كان فيها مهاجم وبيتهور وليس استخدام قوة مفرطة، حاول أنه يتجه القدم اللاعب لكن القدم كانت على الأرض ثم اتجهت إلى قدم المنافس، وبالتالي كانت تستحق البطاقة الصفراء مهاجم وبيتهور، وكان قرار صحيح أيضا من حكم المباراة.